أهلا وسهلا فيك بآخر يوم من تحدي 20 يوم لطلاقة اللسان باللغة الإنجليزية. إذا وصلت معي لهنا الدرس حابة أقول لك مبارك، أنت عملت عمل جبار غيرك ما بيقدر يساوي، وإن شاء الله يكون فادك هذا التحدي. وحابة أسمع رأيك ويور فيدباك، شو التحديات اللي حابب أعملها وشو المستقبل، شو استفدت من هذا التحدي وكيف فيني أحسن من هذا التحدي. رجاءً شاركة معي بتعليق تحت هذا الفيديو، أنا متشكرة لكم. وطبعاً إذا هذا أول درس لإلك أو الثاني أو الثالث وحابب تلاقي جميع دروس هذا التحدي، ما عليك غير تبحث عن تعلم اللغة الإنجليزية تحدي 20 يوم لطلاقة اللسان، وإن شاء الله بتلاقي جميع دروس هذا التحدي على اليوتيوب أو جوجل. يلا خلينا نبدأ، let's get started. إذن حضرت مؤخراً مؤتمراً حول إدارة الوقت بفعالية. طيب اذا انا اي اوكي كيف نقول حضرت مؤتمرا؟ attended a conference. اذا اي attended، اذا conference تعني مؤتمر و attend يعني يحضر. طب ليش تركت فراغ؟ لانه هون لحط مؤخرا، عاده سوف تاتي قبل الفعل إلا لو كان فعل يكون verb to be. إذن I recently attended a conference حول إدارة الوقت بفعالية. أوكي a conference، أوكي ما هنقول about، هنقول a conference on. A conference on، مش هقول how to manage time، خلينا نقول إدارة الوقت بفعالية نختصرها هيك. Effective يعني بفعالية، فعال، و time management. I recently attended a conference on effective time management وتعلمت الكثير من الاستراتيجيات المفيدة لإدارة وقتي بشكل أكثر كفاءة وإنجاز المزيد في وقت أقل. إذن وتعلمت الكثير من الاستراتيجيات. And I learned، okay، هون اللي هنحط كما. And I learned a lot يعني كثير، a lot of كثير من الاستراتيجيات المفيدة يعني useful يعني مفيد، a lot of useful واستراتيجيات strategies لإدارة وقتي بشكل أكثر كفاءة. For managing يعني الإدارة، من أجل الإدارة. My time بشكل أكثر كفاءة، more efficiently وإنجاز المزيد في وقت أقل، يعني المزيد من العمل. أوكي كيف نقولها؟ And getting more done يعني إنجاز المزيد in less time في وقت أقل. And getting more done يعني الإنهاء المزيد، إنجاز المزيد in less time. كان أحد أهم الدروس المستفادة. Okay one of طيب فينا نقول the most important lessons، بس فينا نستعمل هذا التعبير one of the key takeaways يعني مفاتيح، key يعني مفتاح، takeaways يعني اللي بتاخدها، اللي بتستنتجها، اللي بتتعلمها. إذن one of the key takeaways هو أهمية تحديد الأولويات. Okay was كان يعني was the importance أهمية the importance. إذن importance يعني أهمية، important إذا زدنا إذا من دون CE ووضعنا T important تعني مهم. تحديد الأولويات importance of، فضل هالكلمة prioritize يعني إنك تحدد الأهميات، تشوف شو هو أهم شيء بدك تعمله، ثم الأقل أهمية وثم الأقل.
Okay, was the importance of prioritizing الأولويات يعني tasks. إذن prioritizing tasks يعني تحديد الأولويات والتركيز على المهام الأكثر أهمية أولا and focusing يعني التركيز on the most important task أولا يعني التركيز أولا first. كما شدد المتحدث okay the speaker also stressed speaker يعني المتحدث stressed the importance of taking breaks على أهمية أخذ استراحات. وتجنب الإجهاد and تجنب يعني avoiding الإجهاد burnout. ساعدني المؤتمر على أن أكون أكثر إنتاجية وأقل توترا في عملي. The conference has helped me be more شو يعني منتج يعني productive. إذن أن أكون أكثر إنتاجية be more productive وأقل توترا and less stressed في عملي. إذن at work إذا بدك تقول بالعمل اللي بعمله in my work. إذن فينا نقول هنا in my work. خلينا الآن نقرأ فقرتنا معا. I recently attended a conference on effective time management. حاول تقرأ من بعدي. And I learned a lot of useful strategies for managing my time more efficiently and getting more done in less time. One of the key takeaways, even one of the key takeaways, was the importance of prioritizing tasks and focusing on the most important tasks first. The speaker also stressed the importance of taking breaks and avoiding burnout. The conference has helped me be more productive and less stressed in my work or at work. إذن هذا كان درسنا اليوم. بتمنى يكون عجبكم. مبارك and هينا. تحدي 20 يوم لطلاقة اللسان وحب اسمع آراءكم بتعليق تحت الفيديو. شكرا كتير لكم لأنكم كنتوا معي بهذه الرحلة بهذا التحدي. بتمنى يكون فاتكم. بشوفكم إن شاء الله بتحدي جديد إن شاء الله بإذن الله. يلا السلام عليكم.